نقف على موقف الاتحاد العام لعلماء المسلمين، أمين عام الاتحاد العام لعلماء المسلمين فضيلة الشيخ علي القرداغي. فضيلة الشيخ علي القرداغي، نرحب بكم في هذه التغطية. أنتم في الاتحاد العام لعلماء المسلمين، كيف تنظرون للهجمات الدامية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس أمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. ده حقيقة اليوم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر بيانا بالتنديد الشديد بهذه العملية الإجرامية الجبانة التي حقيقة وجهت إلى المدنيين ودون وجه حق حسب يعني الأدلة والأصول الإسلامية. ولذلك حقيقة هذه الجرائم، بالإضافة إلى أنها جرائم ضد الشرائع وضد القيم وضد الإنسانية، كذلك حقيقة جرائم يعني يترتب عليها آثار خطيرة على مستوى العلاقات الإنسانية، ولا سيما العلاقات بين المسلمين وبين يعني الفرنسيين، وكذلك بين يعني بقية مكونات المجتمع الفرنسي أو حتى في أي بلد آخر. فمن هذا المنطلق حقيقة نحن بالاتفاق وبالإجماع، والاتحاد يضم أكثر من 95,000 عالم، نندد حقيقة بهذه الجريمة، وحقيقة نعتبرها جريمة نكراء، وأنها فعلا كما قال إخواننا الآخرون أيضا من العلماء أنها جريمة ضد القيم الإسلامية النبيلة. الله سبحانه وتعالى حصر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهؤلاء يقدمون رسالة الشر ورسالة الجريمة، رسالة الدماء ورسالة القتل، فكيف تتفق هذه الرسالة مع رسالة الحق ومع رسالة الرحمة؟ والله سبحانه وتعالى جعل قتل إنسان واحد، نفس واحدة، حتى لم يقل نفسا مؤمنا، أي نفس، بمثابة قتل الناس جميعا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في أوروبا هنا في محاولة محاربة وتحجيم الذين يحملون هذا الفكر المتطرف؟ هو دور الاتحاد بالتأكيد يكون يعني دورا واضحا، لأن هؤلاء مع الأسف الشديد يعتمدون أو يستندون على مرجعية الإسلام. هذه الإشكالية الكبرى، باسم الإسلام تصور يقتلون الناس باسم الإسلام. فلذلك حينما يتصدى لهم علماء المسلمين بهذا الحجم الكبير، وهو خاصة الاتحاد العالمي مؤسسة يعني غير رسمية، ليس يعني الاتحاد تابعا لأي دولة، وإنما يضم علماء الأمة والحمد لله. فبالتالي الاتحاد لا يمكن الناس يتهمون الاتحاد بأنه والله تابع للمؤسسة الرسمية وإنما خاضع للحكومة الفلانية. فحينما يجتمع 95,000 عالم مثلا أو على أقل تقدير معظمهم، هذا حقيقة يؤدي إلى فقدان المرجعية لهؤلاء المتطرفين، وهذا هو حقيقة أنا أعتقد هو أكبر إشكالية أخي الحبيب، ومن خلالك جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أنه نحن لم نعالج هذه القضية لا في أوروبا ولا في العالم العربي عن طريق يعني إبطال المرجعية لهؤلاء المتطرفين. وهل هذا ممكن؟ هل ذلك واقع الآن؟ وهؤلاء يستغلون أحداث سياسية في الشرق عن طريق الناحية الأمنية، العسكر والقوة والتخويف والتجسس وغير ذلك، وهذا لا ينفع. هؤلاء لابد أن نقول لهم إخوة الكرام، وأنا أقول هذا للمسلمين وغير المسلمين، لابد أن نقول لهؤلاء الشباب بأنكم إذا أنتم تريدون أن تنتحروا وتسمونه عملية استشهادية، فتعلموا بأن طريق الجنة ليس هذا هو الطريق، بل هذا هو طريق النار. فإذا علم الشاب بأنه حينما ينتحر يكون عذابه ومآله النار، حينئذ لا يمكن أن يقدم على هذا. هو الآن ماذا يظن؟ يظن أن هذا هكذا علموه هؤلاء المتطرفون، بأنه حينما يعني ينتحر أو يقتل ويقتل، حينئذ على طول 72 حوريا
تنتظره. يعني هو فضيلة الشيخ حقيقة يائس من الحياة يريد أن يستعجل، ولكن لو علم بأنه يخسر الدنيا ويخسر الآخرة لما يمكن أن يقدم. فلذلك أنا وصيتي للجميع أن نعالج هذه القضية بأقلانية وبمرجعية صحيحة، وكما يقول العرب لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يمكن أن يعالج الفكر المتطرف إلا بفكر معتدل. نعم. ولا يمكن مهما كان. ولذلك هذه تجربتنا مع سيدنا علي رضي الله عنه حينما يعني قام يعني حوار وأرسل سيدنا ابن عباس إلى هؤلاء الخوارج عاد ثلثاهم. هذا هو الطريق الصحيح يعني حقيقة، لأننا نبين لهم بأن هذا ليس طريق الجنة وإنما هذا هو طريق النار. هل هناك دور لدى السلطات الأوروبية وهنا الفرنسية تحديدا في جعل هذه المرجعية التي تحدثت فضيلتك عنها بأنها المرجعية العقلانية الصحيحة هي التي تشجعها السلطات الأوروبية؟ إشكالية حقيقة. في السابق كان هؤلاء المتطرفون مثل أبو حمزة وفلان وعلان كان تتاح لهم يعني حتى الفضائيات والقنوات الفضائية، وأصحاب الأقوال المعتدلة والأفكار المعتدلة يحاربون ولا زالوا. يعني حقيقة إحنا لابد أن نعلم حينما وصل دكتور مرسي إلى الحكم في مصر وبدأت الثورات الشعبية حقيقة تجني ثمارها، اختفت قضية القاعدة تماما ولم يبقى لهم مرجعية، لأن الشباب قالوا إذا نحن نستطيع أن نطبق أن نصل إلى ما نريد عن طريق ثورة شعبية وعن طريق ديمقراطية فلماذا الدماء؟ بدأ الناس يتراجعون. لكن حينما أيضا ضرب الأصوات المعتدلة والحركات المعتدلة والأحزاب المعتدلة في كل العالم الإسلامي، حينئذ ارتفع صوت هؤلاء، وحين لأنهم الآن هم يقنعون العالم. أنا سمعت منهم وناقشتهم في داغستان وفي أماكن أخرى، أقول أنتم إيش سويتم؟ لا في مالي في الجزائر أنتم المسلمين نجحوا بأربعة وثمانين وأحبطوهم، وفي مصر كذا وكذا وفي كذا وكذا، فإذا لا ينفع إلا السلاح. فلذلك أنا أدعو أن تيز هذه الفرصة، رغم أن الآن حقيقة وقت مؤلم ونحن نتألم حقيقة لما يحدث، ونقدم عزاءنا للشعب الفرنسي وللمصابين رغم هذه الآلام للجميع. بصراحة لابد أن نفكر التفكير الصحيح بتشجيع الأفكار المعتدلة، بتشجيع القوى المعتدلة، لأننا الإسلام موجود، فإذا لم يقم به المعتدلون فإن المتطرفين يخطفون الإسلام ويخطفون المجتمعات الإسلامية. فهذه وصيتنا، وهذه من التجربة، من خلال تجارب عديدة من 40-50 سنة نحن يعني نتعامل مع هذه القضايا. فضيلة الشيخ علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شكرا جزيلا لك. إذن الأمين العام لعلماء المسلمين الشيخ علي القرداغي عبر قناة الحوار يعلن إدانة الاتحاد العام لعلماء المسلمين لهجمات العاصمة الفرنسية باريس، ويطالب بأن تكون هناك معالجة عقلانية بمرجعية صحيحة للإسلام لدى الشباب المسلم في كل القارة الأوروبية. الشيخ تحدث عن إدانة لهذه الهجمات وقال أن الدول الأوروبية عليها أن تشجع القوى أصحاب الصوت المعتدل.